السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. هل يجوز شرب البيبسي؟ شرب ايه؟ شرب البيبسي. يجوز شرب البيبسي. امي تسألك سؤال. الله يوفقنا واياك واياها يا رب. هل ما رأيك في اعطاء الاولاد الهواتف؟ نعم. ما رأيك في اعطاء الاولاد الهواتف في سن الاثنى عشر سنة؟ اذا كان الولد عاقلا لا بأس، لكن اذا كان ولد سفيها ولا يعرف مصلحة نفسه وسيضيع الصلوات ويضيع الدراسة ويدخل على مواقع محرمة لا. هل تعطي لأولادك هواتف؟ بحسب، العاقل يأخذ هاتف، اللي مش عاقل لا، الصغير لا، انتبه. جزاك الله خيرا يا شيخ. وجزاك الله مثله. أتمنى أن تدعو لجدتي بالشفاء. الله يعافيها ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. شكرا.